طيب تعالوا نروح لتقرير عن دورة مركز الشباب نانيت بالدقهلية، فيها فكرة جديدة لطيفة، استخدام تقنية حكم الفيديو. تعالوا نشوف التقرير ده، حصل حاجة كده لطيفة في هذه البطولة، نسمع كمان رأي حكامنا الكبار في حكم مباراة مصر والسنغال، وبعد كده هنروح لضيوفنا الأعزاء جدا وليد الحديدي ومحمود ضياء، نتكلم عنهم عن قائمة منتخب مصر النهاردة اللي أعلنت من جانب الجهاز الفني للمنتخب. خليكم معنا بعد هذا التقرير وبعد الفاصل، نلتقيكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، استلمنا مركز شباب هنا من 3 سنين كان مش موجود فيه حاجه تذكر او مركز شباب يعتبر معدوم. النهارده بنتكلم على مركز شباب في حمام سباحه نص اولمبي، في ملعب اكليريك، في برج اتصالات، في اطيب اكتر من شبكه بتدخل دخل لمركز شباب، كل دي مشاريع استثماريه بتدخل دخل محترم لمركز شباب دومضيط اللي بقى حاجه مناره في محافظه الاهليه، حاجه نفتخر بيها كلنا ابناء متغمر كلهم مش دومضيط بس. الحمد لله رب العالمين. لما جينا بقى نعمل كمان نشاط رياضي فعملنا دوري مركز شباب دومضيط، دوري جمع كل مراكز شباب، مركز متغمر 19 مركز شباب، حاجه محترمه جدا، استمر من 24/9/2021 للنهارده النهائي 6 شهور، دوري جمع الناس كلها، دوري ماتشات رايح جاي، وبعد كده طلع مجموعتين، مجموعه 10 فرق ومجموعه 9 فرق، دوري منتظم، لجنة مسابقات ولجنة حكام، وفي الآخر وصلنا لأربع فرق مقدمة هنا والأربع فرق مقدمة هنا، دور 8، دور قبل النهائي والثالث والرابع والنهائي. النهاردة وصلنا النهاردة النهائي في أرض مركز شباب دومضيط، جوائز قيمة 15,000 و10,000 و5,000 للمراكز الأولى، مشاركات محترمة جدا منتظمة جدا، وإن شاء الله في شهر 5 قرعة النسخة الثانية، وفي شهر 6 آخر شهر 6 بداية النسخة الثانية إن شاء الله. نتوقع أنها توصل 40 فريق على مستوى مركز متغمر وأجا والشرقية، فرق ناس كتير كلمتنا على التجربة، تبقى تجربة الملاعب السباعية بالذات يعني مش موجودة في دي غير الوزارة ودوري الوزارة 11، لكن الدوري بتاعنا هنا 7 عشان الملاعب السباعية الموجودة، فإن شاء الله هنعمل تجربة محترمة جدا في النسخة الثانية اللي إن شاء الله تنطلق نهاية شهر 6 بإذن الله. الفار جبناه هنا في دوري كمان في مركز شباب دومضيط، لعبناه من دور 8 موجود في البطولة المجمعة هنا في مركز شباب دومضيط، استخدمناه بصورة محترمة جدا والحمد لله عمل نتائج كويسة جدا في دور 8 وقبل النهائي والثالث والرابع. مفيش شكوى من التحكيم عموما، الدنيا ماشية بيس. النهاردة في طاقم درجة أولى معانا في بيحكم الماتش النهائي، فان شاء الله يعني شايف الفار موجود وضروره ملحه في الدوري المصري، وكل اي كوره موجوده في اي مكان الفار بقى ضروره ملحه عشان التحكيم. حكم الكونغولي مرشح كاس عالم، طاقم بتاعه اللي موجود في ماتش مصر والسنغال ده مرشح لكاس عالم، حكم الحكام النخبه يهمه طبعا بعد الماتش ده يوصل كاس عالم، يهمه يدخل الماتش ويخرج منه كسبان. بطمن مصر ان حتى لو في اخطاء حصلت او في اخطاء هتحصل من الحكم، انا بطمن جمهور مصري ان في عندنا فار ايطالي على اعلى مستوى هيتدخل بكل قوه في حاله الاخطاء الكبيره موجوده من الحكم، وبالتالي اتوقع ان شاء الله نخرج من الماتش بدون اخطاء مؤثره على نتيجه المباريات. الحكم اللي ما يكون موجود حكم فار ايطالي ما راح كاس عالم قبل كده كحكم فار وخبرات كبيره في الدوري الايطالي وكده هتخلي الحكم يعني انا لو مكانه كحكم ابقى في ثقه كبيره جدا في حكم الفار اللي موجود، لما يديني قرار هروح واخد بيه، وفي الاخر قرار للحكم، بس الحكم في قناعه ان اللي موجود بره دوت مش هيضحك عليه او يديله حاجه مش مظبوطه، وبالتالي لما يروح له بقرار هياخده قرار كويس. حاجه مشرفه وما شاء الله مركز شباب دومضيط مفخره فعلا، قدر جهاد في فتره قصيره جدا انه يطور ويقدم مكان من اماكن العظيمه رياضيا، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. جهاد اخ وانسان محترم وشخصيه رياضيه كبيره طبعا، اسم كبير في التحكيم المصري والافريقي والعالمي، فنتمنى له التوفيق ان شاء الله ومزيد من التقدم ان شاء الله في بلده دومضيط. فاحنا النهارده موجودين ايمانا منا بان المركز شباب دومضيط بالفعل يستاهل او يستحق ان احنا نكون معاه وداعمين ليه، سواء دعم لوجستي او دعم معنوي او مادي، فاحنا موجودين معاه. النهارده في كاس على باسم الأستاذ الدكتور حامد القنواتي اللي هو ابتدى هذه الدورة أو الكاس، كاس كرة القدم في 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 هذه البلدة أو في مركز شباب دومضيط، فعشان كده النهاردة لما رجعوا تاني أحيوا هذه البطولة كانت باسم سيادته.
طبعا رئيس مجلس إدارة مركز شباب دونديت كابتن جهاد جريشة، طبعا من يعني المسؤولين أو الناس اللي ليهم بصمة في الرياضة المصرية، حكم دولي وحكم كل الناس يعني طبعا يعني بتشهد له بالكفاءة. طبعا احنا النهاردة موجودين معاه علشان نقدر نشوف كمان ازاي عنده فرق كويسة جدا في مختلف الألعاب. أنا حضرت دلوقتي، كنت في حمام السباحة، شفت فرق السباحة مع الكاراتيه وبنات زي الفل ما شاء الله، العدد الأكبر للبنات، ودي حاجة مبسوطة أنا فعلا بيها جدا. مركز شباب دونديت إحدى القلاع الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، مركز شباب مميز جدا وحاجة مفخرة لمراكز الشباب. عندنا هنا استثمار بيئوتي عالي جدا، من حمام سباحة لملعب إكليريك لشبكات محمول لنادي اجتماعي عائلات ونادي اجتماعي شباب.